تابعي قناة ستار تيوب. جمهورنا العزيز، لا شك أن منتخبنا الوطني لم يقدم المستوى المأمول الذي كنا ننتظره، كأننا حققنا الأهم من خلال اطلاع الجهاز الفني على مستوى اللاعبين والتحضير الخططي والبدني للبطولة الآسيوية. بكل تأكيد أشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموا خلال الفترة الماضية والمستوى الجيد الذي ظهروا فيه في مباراة الكويت، واثق تماما ان ما زال في جعبتهم المزيد لرفع اسم سوريا عاليا خلال كأس آسيا. اياما معدودة على انطلاق البطولة الآسيوية، وآمل من الجهاز الفني اختيار القائمة النهائية للمنتخب القادرة على تحقيق طموحات وأحلام جماهيرنا، وأتمنى من الجميع دعم اللاعبين وإعطائهم الثقة الكاملة ليكونوا قادرين على تحقيق إنجاز ننتظره جميعا. ولا بد أيضا أن نتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على السفارة السورية في كل من عمان والكويت على حفاوة الترحيب والتعاون والاهتمام الكبير الذي حظينا فيه منهم، كما أشكر جماهيرنا الوفية التي أتت إلى مساندتنا ودعمنا من خلال مباراتي عمان والكويت، فقد كان خير سند وخير معين لنا خلال المباراتين. وبطبيعة الحال يستحق الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الأولمبي ونجوم المنتخب أمل المستقبل الإشادة بعد ظهورهم المميز في المباراتين الوديتين أمام البحرين، وأمل أن تكون ذلك بداية إيجابية في رحلة التحضير نحو التصفيات الأولمبية. في خبر آخر، استقبل رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم السيد فادي الدباس اللاعبان سيمون أمين القادم من السويد وسعيد داود القادم من ألمانيا بحضور المدرب الألماني بيرد شتانغ، حيث وصل اللاعبان مع بعثة منتخبنا الأولمبي إلى دمشق بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي جرى في البحرين، حيث يقوم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم حالياً باستكمال الأوراق الثبوتية للاعبين ليستطيعوا المشاركة بشكل رسمي مع منتخب سوريا الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستنطلق في شهر آذار المقبل. دعماً لنسور قاسيون قبل مشاركتهم في كأس آسيا 2019، أجنحة الشام تتكفل بنقل منتخبنا الوطني من الكويت إلى دمشق بعد فوزه المباراة الودية على منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف واحد. نادي الأهلي الذي يضم لاعبنا الدولي عمر السومة سيواجه نادي السد القطري ونادي بيرسبوليس الإيراني والمتأهل من ملحق بختكور الأوزبكي والقوة الجوية والنصر الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2019. ورسميا نادي الهلال السعودي الذي يضم محترفنا عمر خريبين سيواجه نادي العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا. بينما قرعة الاتحاد الآسيوي وضعت نادي الجيش في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبه النجم اللبناني وفريق من الأردن هو الوحدات أو الفيصلي، وفريق متأهل من الدور التمهيدي من فلسطين أو عمان. عن تصريحات مدرب منتخبنا الوطني بعد مباراة الكويت بيرد شتانغا، فقد قال: أنا راض عن خطة الإعداد ولا زال أمامنا عمل كبير قبل آسيا. الفوز على الكويت كان مستحقا، والجمهور السوري منحنا قوة إضافية. أكد المدرب الألماني بيرد شتانغا عقب مباراة الكويت أن منتخب سوريا استحق الفوز بالمباراة، مشيرا إلى أننا سيطرنا بشكل شبه مطلق على مجريات الشوط الأول وصنعنا فرصا عديدة كان يتوجب علينا استثمارها بشكل أفضل، في حين كان الشوط الثاني أكثر تكافؤا، لكننا نجحنا من خلال تسجيل هدفين. وأضاف: افتقدنا للتمريرة الأخيرة
ولم نشعر بالراحة لنتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة، لكننا حققنا ما أردناه في النهاية. قد استثمرنا هذه المباراة لتجربة اللعب من دون بعض اللاعبين، وجربنا من خلال مباراة عمان والكويت اللعب بتكتيكين مختلفين. نتأقلم أكثر مع كل ما يمكن أن يصادفنا في كأس آسيا. شتانغا عبر عن رضاه عما قدمه اللاعبون في مباراة الكويت، وخاصة من ناحية عودة الروح القتالية ومساعدة اللاعبين لبعضهم البعض داخل المستطيل الأخضر، مشيرا إلى أن اللاعبين استمتعوا في اللعب وكانوا في مزاج جيد، الأمر الذي ساهم في خروجهم بهذا الأداء الجيد. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم المشوار. دمتم برعاية الله.